أول حالة زراعة أسنان بالشكل المتعارف عليه في التاريخ الحديث كانت سنة 1965 لمريض سويدي اسمه غوستا لارسن. كان بيعاني من عيب خلقي في الفك السفلي، وده خلاه يكون أول متطوع لزراعة الأسنان لدى البروفيسور براني مارك، اللي قام بأول زراعة لمادة التيتانيوم في لثة لارسن غيرت مسار حياته، إلى أن توفي بعد 40 عام عاشها بأسنان سليمة وقوية وبشكل طبيعي خالي من أي مشاكل أو مضاعفات. العملية دي مش بس غيرت حياة لارسن، لكن كانت بداية لثورة علمية في طب الأسنان، واستفاد بعدها ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم من اكتشاف براني مارك في مجال التئام العظام، أو ما أسماه الاندماج العظمي. اهلا بيكم. كلام مهم قاله هاني عن الزراعه، لكن خليني قبل ما نتكلم على الزراعه نتكلم على حاجه مهمه جدا. حتى ضيفي قبل ان نبدا الحلقه اتكلمت معاه في النقطه دي، وقال لي دي حاجه مهمه، وهي الفوبيا من دكتور السنان في الزراعه، في التجميل، في علاج الجذور. ان انا اروح، ان حد يروح لعياده طب الاسنان في حد ذاتها، ده احيانا عند البعض بيكون قرار صعب. دراسة حديثة أكدت أن 75% من الأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل في أسنانهم أوريدي عندهم فوبيا من طبيب الأسنان. 75% دي نسبة ضخمة للغاية. وقالت أن النسبة دي أو الفوبيا دي نتيجة أكيد تخوف سابق أو تجربة سيئة سابقة عند، قد تكون قديمة، أيام ما طب الأسنان ما كانش وصل إلى هذه المرحلة المتقدمة. على فكرة طب الأسنان قفزة جبارة في التقدم، اللي يضمن إنه مفيش ألم، في سرعة، في دقة. هم بدأوا يحاربوا الأشياء دي، ولذلك هم حاربوها بشكل جيد جدا في طب الأسنان. الاندستري، صناعة الأجهزة وصناعة طب الأسنان نفسها نجحت في إنها تعدي هذا الثلاثي المرعب: الألم، عدم الدقة والأكيروسي، والديوريشن كمان. ده مهم جدا، الديوريشن، الوقت. كان زمان علاج أو زراعة أو بتاع ياخد وقت إلى حد ما، دلوقتي لا، ده في دقايق بيتعمل اللي كان بيتعمل في شهور. ودي قفزة غريبة، يعني لما نقول إن إيه الفرع الطبي اللي خلى العلاج بهذا الطريق، هتلاقي ثلاث فروع في الطب نجحت قوي في التقدم التكنولوجي بشكل كبير جدا، ثلاث أو أربع فروع: العيون، الكلى، والأسنان، وأمراض البروستات، وكمان على فكرة جراحات القلب. دول اختلفوا بشكل كبير في العشر سنين الأخيرة. خلينا نقرب النهاردة من الحوار دوت ونشوف الفوبيا في الزراعة، نشوف كيف نتغلب على كلمة فوبيا في كل منطقة في الحوار. أكيد في جزء هيتكلم على الحكاية دي مع ضيفي العزيز، واحد من الأسماء المتميزة للغاية ومن نجوم عالم طب الأسنان. النهاردة موجود معنا الاسم المتميز للغاية، الأستاذ دكتور كريم مدحت، استشاري تجميل وزراعة الأسنان، المؤسس لمركز ستارز للتجميل وزراعة الأسنان. الاسم على مسمى. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك، منورني. دايما مبسوط بوجودي مع حضرتك. ده أنا اللي سعيد جدا بهذا الحوار الممتع. وخلي بالك هنبدأ الأول على فوبيا برضو، واحنا بنتكلم كده اصل الفوبيا مش حته واحده، لكن هتقول لي الفوبيا دي ممكن تكون مسؤوله عن فقدان الاسنان، يعني توصل الواحد الى انه يخسر سنانه. طبعا الفوبيا دي يا اما تجربه قديمه المريض نفسه او الحاله نفسها مرت بيها، يا اما شاف حد من اهله او من زويه او من اصدقائه وخلاص اترسخت في دماغه الفكره، والكلام ده كله زمان زي ما حضرتك قلت قبل التطور الحديث او الطفره القويه جدا في طب الاسنان اللي سهلت الموضوع ده. فخلاص ترسخت في دماغه فكره طب اسنان مجرد الكشف او طبيب الاسنان او كرسي الاسنان ده معناها الم مبرح، ان انا هقعد رايح جاي، ان انا اعمل حاجات كتير. طبعا التطور اللي حصل زي ما حضرتك قلت في طب الاسنان غير الفكره دي، ووظيفتنا ان احنا نرسخ الفكره ده في اذهان الناس، نعرفهم التطور اللي حصل عشان نلغي فكره الفوبيا. طب هل مسبب لفقد اسنان؟ طبعا بتوصل لكده. ما هو خوفك وقلقك من انك تتحرك من بيتك وتروح لطبيب الاسنان هل بيخلي المشكله تتحل لوحدها؟ اطلاقا مشاكل الاسنان كلها
ما بتحصلش بعمليه عكسيه، يعني مش في مرحله معينه وبترجع تاني تلتئم، لا اطلاقا هي بتفضل في بروجريشن، في استمرار، زي ما هي بالعكس بتسوق اكتر. نفس فكره العربيه، لو حصل فيها عطله بسيط في الاول، صوت صغنن، لو تجاهلناه وطنشناه مع مرور الوقت شهر اتنين سنه اكيد هتبقى مشكله اكبر وحلها هيبقى اصعب. احنا وظيفتنا ان احنا نعرف الناس ان كل ما المشكله تبقى ابسط تحرك بسرعه لتروح الدكتور السنان. العلاج بتاعك ممكن مش هنقول ان هو في جلسه واحده ولا في يوم واحد، احنا هنقول ممكن يتم في 10 دقائق، في نص ساعه، في ساعه، على حسب وضعك. لو حشوه تجميليه بتتعمل دلوقتي في 10 دقائق ل 15 دقيقه، لو زرعه في 5 دقائق طبعا بعد الاشعه المقطعيه وبعد التشخيص المظبوط فعلا بتتحط في 10 دقائق. في حالات بتبقى فقد اسنان سواء لاطفال صغيرين او لناس كبار ممكن يمشي على حسب ما بنعمل التشخيص المظبوط ونعمل الاشعه المقطعيه، ممكن فعلا يمشي بسنه في بقه متعوضه او متعوضه الفقد اللي حصل او اللي هو جاي بيشتكي منه بدون الم بسرعه زي ما حضرتك قلت. واهم من ده كله البروجنوزس اللي هو ديورابيليتي اللي حضرتك قلت عليها، العمر الافتراضي للكلام ده. وبرده اللي بيساعدنا ان احنا نحدد البروجنوز او العمر الافتراضي او الديورابيليتي للعمر الحاجات اللي عملناها او الاكشن اللي عملناه في طب الاسنان ده بيحدده التشخيص من الاول. ببقى عارف دلوقتي الحاجه دي ممكن نسب نجاحها عامله ازاي بسبب الاجهزه والتطور الحديث اللي حصل. سؤال مهم، لو واحد طنش فقط سنانه اعتمد على انها مش متشافه قوي لانها في الجزء الخلفي من الفم، ايه اللي يحصل في البق بسبب فقد السنان؟ مشاكل كتير جدا يا دكتور. اولا احنا شكل الوش الخارجي ده او الوش اللي احنا بنشوفه او الملامح الوش دي معتمده بشكل كبير على الجمجمه اللي هي عظم الفك، والاسنان هي اللي بتشد الملامح الوش، العضلات والجلد بتاع الوش ده، وهي تدينا الملامح بتاعتنا. ده اول حاجه تغيرات في الوش. مع مرور الوقت كمان لو سنه واحده فقدناها، السنان دي انا بشبهها بالسبحه، لو حبه منها فرطت الباقي بيفرط. زي ما احنا شايفين في الفيديو ده، مجرد فقد سنه واحده بيخلي السنان اللي فوقيها واللي جنبها اللي قدامها واللي وراها يبداوا يضموا على بعض زي ما احنا شايفين في الفيديو، يبدا يعمل فراغات قدامهم، يبدا العضه بتاعتنا تختلف، السنان اللي فوق تطول وتملى الفراغ. فكره تعويض السنه المفقوده دي بعد ما حصلت لنا الخسائر ديت، اولا هتبقى اصعب، هنحتاج مجهود كتير بدل ما احنا بنعوض سنه واحده، لا احنا هنشتغل على مجموعه الاسنان دي كلها. احتمال لو قعدنا سنين اكتر زي ما احنا شايفين يبدا جير يتكون ويؤدي لفقد الاسنان ديت تماما. احتمال اكتر كمان لمشاكل في مفصل الفك ده على مرور السنين وعلى المدى البعيد قد تكون طقطقه وبتوصل في مرحله من مراحل الديسلوكيشن، انه بيترحل الغضروف بتاع الفك ده، بيترحل من مكانه وبيواجه صعوبه في القفل. المريض ممكن لو فقد اسنانه واهملها يصحى الصبح من النوم يتثاوب، عملية التثاؤب العادية دي البق يفتح وما يقدرش انه يقفل تاني. لدرجة انه لازم هيروح طوارئ لدكتور الاسنان عشان يساعده بس ان احنا نرجع مفصل الفك ده في مكانه تاني. فاه بتحصل مضاعفات خطيرة جدا جدا قد تؤدي لمشاكل في مفصل الفك على المدى البعيد وفقد الاسنان اللي حوالينا ومشاكل كتير جدا جدا وتغير في ملامح الوش مع مرور الوقت كمان. مريض بيجيلك هو عايز يزرع سنة او سنتين مثلا، يفاجئ بانك انت قعدته في خطة عليا دخل فيها استشارة تجميل والزراعة وعملته خطة علاجية مكونة من تجميل وزراعة، ليه أصبح الميرج دلوقتي بين التجميل والزراعة بهذا الشكل المستمر؟ هو بكل بساطة الزراعة دايما هي حاجة بتعوض عن أسنان مفقودة. أنا بعتبر دايما يا دكتور أيمن المقولة المشهورة اللي أنا بحب أعتبرها جدا، إن العلاج في حد ذاته ده تجميل. هنفترض ان احنا عندنا الاسنان الاماميه فيها تسوسات او فيها كسور اسنان، مجرد علاجها او الحشو التجميلي بتاعها ده في حد ذاته تجميل. لو عندنا فراغات ما بين اسنان، حاله زي كده يا دكتور ايمن، الصوره اللي فوق، اول صوره فوق دي الحاله قبل، يعني جات لنا بالطريقه ديت، دي حاله جايه من ليبيا شقيقه، تمام. الحاله جات لنا عندها فقد في الاسنان، فقد في العظم بطريقه رهيبه، جذور في الجهه اليمنى اللي فوق ديت، تركيبات وقع وفشل في تركيبات في الجنب الثاني. بدانا نشتغل على الحاله دي اول حاجه بتشخيص باشعه مقطعيه، لقينا ان الجذور دي اللي في جهه اليمين فوق دي فيها مشاكل تحت الجذور ديت زي اكياس دهنيه وزي خراريج، بدانا ان احنا نخلعها ونتعالج نتعامل معاها. حالات زي كده ممكن تقعد في علاجها مدة، بس المدة بتاعتها مش ان احنا بنشتغل فترات طويلة، احنا ممكن نعمل حاجة معينة، ان دي حالة من الحالات الصعبة، احنا احتاجنا نأهل الفك ونزرع عظم ليه في الاول عشان يقدر يستقبل زرعات. طبعا الكلام ده اللي بيساعدنا فيه الاشعة المقطعية، هو اللي على اساسه الاول بنحدد بيه الخطة العلاجية، واللي بيحددها مش طبيب واحد، احنا مؤمنين جدا 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 في المركز بالتخصص، كل في تخصصه. لو واحد هيعمل نقطة صغيرة في البحر بس في الآخر هيرسم الصورة كاملة زي ما حضرتك شايفها. الحالة ديت اشتغلنا فيها علاج عصب للأسنان اللي فيها تسوسات وتكسير، خلعنا الجذور اللي بايظة وتلفة خالص وعاملة أكياس دهنية، عملنا عملية كحت وتنظيف للأكياس الدهنية ديت وزراعة عظم لتعويض عظام الفك المفقودة مع زرعات كمان. النتيجة هي الصورة الثانية. بالمناسبة الصورة الثالثة اللي تحت دي فولو أب، يعني متابعة بعد سنة واحدة من الزراعة وبعد عملية إجراء التجميل. في الحالة ديت يا دكتور أيمن احنا قلنا
الزراعه وربط بين الزراعه والتجميل. احنا هنا حاله فقد للاسنان ادى لزي ما احنا شايفين وظيفه غلط، ما بتقدرش تمضغ، بدات تعاني من مشاكل في القولون والمعده، شكل طبعا مش احسن حاجه في الدنيا، روائح فم كريهه. تفتكر لما احنا زرعنا، احنا قمنا بعمليه زراعه عشان نرجع الوظيفه، وبدانا نعالج مشاكل الاسنان التانية زي التسوسات والكسور اللي في الاسنان، وشلنا الاكياس الدهنيه، في مراحل العلاج دي كلها وصلنا بتلقائيه للتجميل اللي حضرتك شايفه ده. فطبعا الزراعه مكمل اساسي او عضو اساسي في التجميل دلوقتي في حاله فقد اسنان، لان هو الحل رقم واحد لتعويض فقد الاسنان. هل وانت بتعمل الزراعه المريض بيبقى فاهم ان قد تكون الزراعه على مراحل، هي على مراحل ولا مرحله واحده الزراعه؟ بتختلف من حاله للثانيه، وهنا يجي دور الاشعه المقطعيه. الاشعه المقطعيه دي فايدتها ايه؟ هي عين دكتور الاسنان او دكتور الجراح او دكتور التجميل جوه بق البيشنت. احنا عندنا الكشف او التشخيص بيبقى بنقسمه لشقين، شق كلينيكال وشق سب كلينيكال. الكلينيكال هو ان انا اقعد المريض قدامي على الكرسي وابدا افحصه فحص بعين الاثنين، وابدا اشوف الحاجات اللي واضحه قدامي. ده بالنسبه للجزء الواضح. طب ما تحت اللثه وما تحت العظم وما تحت الكلام ده كله بنعمله ازاي؟ دي فايده الاشعه المقطعيه، ودي الطفره اللي احنا قابلناها. احنا بنقدر نعرف في كل مكان، في كل ملي او 2 ملي في العظم الاشعه المقطعيه بتقطعها لنا شرايح، نقدر نعرف ارتفاع العظم في الحته دي قد ايه، سمكته او عرضه قد ايه، الكثافه بتاعته قد ايه، فاقدر احدد عمليه الزراعه من الاول هي ناجحه ولا لا، همشي فيها ازاي. بالعكس انا بقدر دلوقتي اصمم التركيبه اللي هركبها بعد اسبوعين في حاله الزراعه الفوريه. دي مثلا حاله زراعه فوريه، احنا قلنا الزراعه بتختلف من حاله للتانيه، دي حاله زراعه تقريبا في 3 دقائق. الدريلينج اللي هو تحضير زي دلوقتي كده، احنا هنا في الجزء ده مكان فاضي، عملنا اشعه مقطعيه، ضرس مفقود بقاله فتره، عملنا اشعه مقطعيه، لقينا مساحه العظم، عرض العظم عندنا كافي جدا جدا جدا، مش محتاجين زراعه عظم، لقينا ارتفاع العظم برده كافي مش محتاج زراعه عظم، فقمنا يا دوب بنستخدم دريل او دريلين بس في الحاله، وبعد كده بنحط الزرعه في مكانها. العمليه دي لو تابعنا الفيديو ده مش هتستغرق في ايدينا اكتر من 2 لـ3 دقائق. بس طبعا ده ما نقدرش نطبقه على كل حاجه، وزي ما قلت لحضرتك يجي دور الاشعه المقطعيه. عندنا حالة عظم كويسة، كثافة عظم كويسة، ارتفاع وسمك عظم ممتاز، نقدر نعمل بزرعة فورية في خلال 2 أسبوع تمشي بسنة عليها، واحتمال في نفس الجلسة تمشي كمان بسنة مؤقتة. لكن لو عملنا الأشعة المقطعية ولقينا أن حالة العظم مش كويسة، بالعكس احنا محتاجين عشان نحط الزرعة ديت أبعاد معينة للعظم حواليها، لازم داير ما يدور الزرعة 1.5 ملي داير ما يدور على حسب مقاس الزرعة اللي احنا بنختارها، واللي بيختلف من السنة الأمامية للضروس على حسب الحمل اللي هيتحط على الزرعة دي، وده برضو دور الدكتور مش دور المريض، واللي بيساعدنا فيه الأشعة المقطعية. في حالة إن احنا هنحتاج نلجأ لزراعة عظم مضطرين جدا إن احنا ساعتها يبقى فيه جراحة صغيرة جدا، وعايز أقول لحضرتك إن احنا لو بندريل دلوقتي أو بنجهز بنحضر لمكان الزرعة وبناخد 3 دقائق، لو احتاجنا في حالة زي دي إن احنا نعمل فتحة صغننة وإن احنا نزرع كمان عظم، الموضوع هيتطور من 3 دقائق ممكن يتطور ل 10 او 13 دقيقه بالكتير. لكن انا عايز الغي فكره عند الناس، بما اننا مع يعني مع حضرتك هنا، الناس بتيجي كتير تكلمني تقول لي انا عايز ازرع وازرع عظم بس بالليزر او بدون جراحه او بدون، ازاي هزرع عظم؟ يعني هزرع عظم ازاي جوه هنا، واللثه دي هدخل العظم ده ازاي؟ فاحنا دايما بنقول ان الزراعه فوريه، يعني بتاخد في الحاله هتمشي بسنه، او في خلال 2 أسبوع هتمشي بسنه، او بعد شهر هتمشي بسنه، او بعد سنتين بعد شهرين هتمشي بسنه، او بعد 6 شهور هتمشي بسنه، ممكن نوصل ل6 شهور في حالات مثلا رفع الجيوب الانفيه اللي فوق. دي الزراعه بتاعتنا بنضطر ان احنا نلجا فيها لمرحلتين. عندي هنا مثلا الجيوب الانفيه دروس مخلوعه بقى لها فتره طويله جدا، الدروس ديت حصل فيها ان الجيب الانفي الارض بتاعته نزلت تحت، ساعتها انا هحتاج ان انا ارفع جيب انفي وازرع عظم واهل الحاله انها تستقبل الزراعات الاول قبل ما اروح لقصه الزراعه الفوليه، او ان انا ادور على الزرعه هتاخد، هو اصلا ما عنديش عظم كافي ياخد زرعه، فانا محتاج اهلها. بعد ما بحط العظم الصناعي اللي هو بيبقى عباره عن باودر او بلوكس على حسب الحاله وعلى حسب التشخيص بتاعنا ما وصلنا له، الجراحين بتوعنا وجراحين اللثه بتوعنا بيشتركوا، ممكن في حاله ممكن جراح لثه وجراح تجميل وجراح عام يشترك بس عشان يعمل زرعايه واحده، بس عشان في الاخر النتيجه والسوفت تيشو بريفيل حتى اللثه تطلع مظبوط. فالاشعه المقطعيه اللي بتحكم لنا من الاول احنا هنخلص الزرعه دي الجلسه في جلستين في 3. عمليه الاستعداد والتجهيز والتخطيط لا تقل اهميه عن مهاره البروسيدر نفسه، الاجراء نفسه. واضح ان التجهيزات قبل مهمه قوي، ده دي الحرفنه كلها. الدكتور المحترف هو اللي يجهز للحاله بتاعته قبل ما يبدا فيها. فكره ان احنا نحط زرعه ده سهله جدا، ان احنا هنحطها تحطها ازاي وبناء على ايه. يعني مثلا من ضمن التطورات الصغيره اللي احنا عملناها دي حاله مثلا ازاي بنخطط لعمليه زراعه فك كامل. حاله زي كده عملنا اشعه مقطعيه،
الحالة دي تبين فيها في الجزء الثلاثي الأبعاد اللي على اليمين اللي بنحركه ده كمية تأكلات العظم، السنان تبان إن هي طايرة في الهواء ممسوكة تقريبا، العظم ماسك جذور الأسنان بآخر طرف. هنا بنوضح عند تركيبة محطوطة في الجنب الشمالي المريض كان بيستخدمها وهو جاي بيشتكي بألم منها ولخلخة، أكياس دهنية اللي بنشاور عليها دي تحت الدروس طبعا خلى فقد تام في التركيبة ديت بتتلخلخ مؤلمة جدا. نفس القصة في السن اللي قدامها، هي تركيبة أربع أسنان على سنتين أو على درسين واحد اتنين تحتيهم أكياس دهنية فطبعا لخلخة. حتى الأسنان الأمامية المتبقية اللي هم ثلاث أو أربع أسنان الطبيعيين فيهم كمية حركة رهيبة وصلت لمستوى ثالث اللي هي الإنديكيشن لخلع أو لازم ما ينفعش إن احنا نحافظ عليهم. طب الحالة دي بنخطط لها ازاي؟ بنعمل الأشعة المقطعية زي ما احنا شفنا، بنقيس مقاسات العظم في الزرعات في أماكن الزرعات اللي احنا عايزين نحطها. الصورة اللي فوق دي صورة العظم قبل وصورة الأسنان وحالة العظم والأسنان قبل، الصورة اللي تحت بعد إجراء الزراعة وبعد شهر ونص فقط من الزراعة، لأن في الحالة ديت احتاجنا نشيل الأسنان ديت ننظف مكانها الأكياس ونحط زرعات ونحط عظم. ست زرعات في الفك تشيل حوالي 14 سنة وضرس. وكمان في المفروض صورة للحالة ديت للحالة بعد ما ركبنا التركيبات بتاعتها وبعد الزرعات بتاعتها. اللي أنا عايز أقوله أن حضرتك قلت التشخيص أو إزاي توجه الحالة أو تخطط لها ده مهم. أدي صورة الحالة بعد إحنا بعد ما بنحط الزرعات بنركب مشكلات اللثة زي الصورة اللي فوق، بعد كده دروس الزرعات وكمان تحتيها دي التركيبة بتاعة الأسنان. انا عايز اقول لحضرتك ان خطوات التركيب حتى اختلفت دلوقتي. زمان كنت بتركب رؤوس الزرعات وتبدا تحضرها وتشتغل فيها جوه بق المريض نفسه او الحاله نفسها، وده كان بيبقى مزعج ومش مريح خالص للمريض. دلوقتي احنا بنقينا ناخد المقاسات ديت عن طريق الكاميرا تصوير، او عن طريق حتى في الحالات الكبيره اللي زي كده بنقدر ناخد حتى الامبريشن بس بطريقه اسمها اوبن تري تكنيك. احنا بناخد رؤوس الزرعات والحاجات دي كلها بره بق الحاله ونتعامل معاها بالاجهزه بتاعتنا بالسيرك وبالكلام ده كله وانديزاين، وحتى نحضر رؤوس الزرعات ديت بره بق البيشنت. ايه اللي بيحصل جوه بق البيشنت؟ بنركب له رؤوس الزرعات دي والتركيبه في نفس الجلسه، فطبعا بقى الموضوع اهون واسهل بكتير للمريض. زي ارجع اقول لحضرتك الحرفنه في التخطيط للحاله مش في تنفيذ الحاله، انك تبقى عارف الفرق دكتور تجميل وزراعه الاسنان عن المريض ايه، ان هو بيبقى شايف هو عايز يوصل لايه وبيروح ناحيه الصوره ديت بكل الطرق والمتاحه عنده انه يوصل لها. المريض عيني هو مش عارف حاجة، فحرفنة الدكتور ان هو يخطط من الاول لصورة معينة تناسب الحالة ديت ونقدر هو والمريض يوصلوا للحالة دي مع بعض عشان ما يحصلش مفاجآت مزعجة زي ما بيقولوا. يعني السؤال الزراعة الفورية، انت عارف السوشيال ميديا هي مسيلمة الكذاب، يعني السوشيال ميديا في بعض الأحيان قد تكون خطيرة جدا. بعض الدعاية الموجودة على السوشيال ميديا بشوفها بتكتب ترم صح لكن وراء نية خاطئة، أو وراء زي ما بيقولوا النفوس مش صافية. زراعة، نحن نمتلك تقنية الزراعة الفورية، تمام، فيتهيأ للناس أنه هذه الزراعة الفورية ده حكر على المكان ده أو حكر على الشخص ده مثلا. إيه حقيقة هذا الأمر؟ هل كل الحالات ينفعها زراعة فورية؟ إطلاقا، هي الزراعة الفورية ده مصطلح أطلق على طريقة معينة أو تكنيك معين للزراعة مناسب لناس معينه، مناسب لناس معينه والحالات معينه. بكل بساطه عندنا سنه متهالكه وهنحتاج ان احنا نخلعها ونحط مكانها زرعه دلوقتي، في وقت الخلع نحط زرعه دلوقتي، زي حاله زي كده ضرس متهالك خلعناه حطينا مكانه زرعه وركبنا مكانه راس الزرعه وحطينا الطربوش عليها في نفس الجلسه او في خلال الاسبوع الاولاني من الزراعه. طب هل كل الحالات ينفعها الكلام ده؟ اطلاقا. ما هو وظيفتنا يا دكتور ايمن ان احنا نوعي الناس بالكلام ده. الناس بتشوف كلام السوشيال ميديا، وظيفتنا ان احنا نوعيهم. دي برضو حاله تانية زراعه فوريه لسنه اماميه تعرضت لحادثه الحاله، احتاجنا نعمل السنه الاماميه اللي قدام ديت علاج جذور وان احنا نبنيها دعامه، والسنه اللي جنبها كانت متهالكه جدا وحصل كسر في الجدر فاحتاجنا ان احنا نعمل زراعه فوريه. الكلام ده كله بيتحدد ازاي؟ سواء حاله زي دي ولا الحاله الثانيه، الاثنين حالتين ناجحين. لكن هل كل الزراعات الفوريه هتبقى ناجحه او حكر فعلا على مكان معين؟ اطلاقا. هي الزرعه الفوريه مرتبطه برضو بالتشخيص المظبوط، سنه هتتخلع هيتحط مكانها زرعه في نفس الجلسه، وسنه كمان تركيب عليها او الاستعاضه بتاعتها او البروتيزس بتاع السن نفسها اللي ظاهره للبق. طب ده بيتحدد ازاي؟ لازم اعمل اشعه مقطعيه، لازم الاقي ابعاد عظم مناسبه، لازم الاقي كثافه عظم مناسبه، لازم ما الاقيش انفكشن، يعني لو هخلع السنه دي وتحتيها اكياس دهنيه او التهابات والالتهابات دي مزمنه وفيها صديد، هل ينفع احط زرعيه دلوقتي؟ اطلاقا. هيحصل التئام ازاي؟ اطلاقا مش هينفع يحصل التئام. حاله زي كده، دي حاله جات لنا، دي مش زراعه فوريه ولكن هي كانت جايه بتطلب بالزراعه الفوريه. طبعا عندنا هنا نتيجه حادثه فقد في الأسنان الأمامية كلها، فهي عايزة استعاضة سريعة للكلام ده. الحالة ديت
عملنا علاج جذور للأسنان اللي كانت متكسرة التانية الطبيعية، حطينا الزرعات بتاعتنا في أماكنها، وعملنا تركيبات مؤقتة الحالة تقدر تعيش بيها، لأن كان عندنا بسبب الحادثة كسر في العظام الفك الأمامي لدرجة إن إحنا احتاجنا نعوض عظم الفك ده ببلوكات عظم، وكمان احتاجنا نعمل عظم صناعي اللي هو الباودر الاثنين مع بعض. فإزاي هحط لها زرعات فورية؟ أنا ما عنديش أصلا، هربط مسمار إزاي من غير حيطة تبقى موجودة؟ مفيش. فلازم الأول نأهل العظم الأول. الأشعة المقطعية هي اللي بتحدد لنا الزراعة الفورية دي تنفع ولا لا، ووظيفتنا إن إحنا نفهم المريض الموضوع ده. في ناس كتير مش فاهمة زراعة الفك بالكامل، بتهيألها إن أنا بقول هزرع الفك بالكامل يبقى أحط زرع على كل سنة. على فكرة في ناس في دماغها كده، وده شيء مرعب بالنسبة للناس. طبعا ما هي الفكرة كلها في زراعة فك كامل إيه؟ إحنا عندنا الفك الكامل بيتكون من 16 سنة ودرس بدروس العقل. دروس العقل مش بتتعوض خالص في موضوع الزراعة، بنعوض الدروس اللي قبل دروس العقل، فبينتقل ل 14 سنة ودرس. هل منطقي إن أنا أحط 14 زرعة في الفك؟ أنا عايز أقول لحضرتك الدكتور اللي هيعمل كده هيكتشف مفاجأة جميلة جدا في الأشعة الفولو أب بتاع الزرعات، إن الزرعات دي كلها مش هتلتئم، بالعكس هتدي نتيجة عكسية. يعني مثلا لو عندي سنتين صغيرين تحت مفقودين او سنتين جنب بعض هنا فوق مفقودين، لازم اقيس حاجه اسمها الانتر دنتال سبيس، المسافه دي. انا زي ما قلت لحضرتك المسافه ما بين زرعتين، ما بين السنان المسافه. ايوه، بين السنه الاسنان المفقوده دي قد ايه؟ على اساسها اقدر حد. انا قلت لحضرتك ان لازم كل زرعه تتحط في حاجه اسمها بيولوجيكال ميجرمنتس لازم تبقى حواليها، اللي هو الزرعه دي متحوطه بعظم من ناحيه بره هنا قد ايه، واللي هي لازم تبقى على الاقل 1.5 مليون، كل ما تزيد تبقى افضل وفرص الالتئام يبقى احسن. من جوه برضه على الاقل 1.5 مليون، يمنها 1.5 مليون، ونفس القصه هنا اهو. طب لو انا عندي المسافه دي ما تكفيش، طب هل هينفع ان انا احط الزرعتين دول مع بعض؟ لا طبعا. طب بالنسبه لحاله زراعه فك كامل، عندي فك كامل مفقود 14 سنه ودرس، لو حطيت 14 زرعه النتيجه هتبقى عكس اللي انا عايزه، بدل نجاح حاله بالعكس فشل ذريع، لانه الحاله هتقابلني بتاكل عظم. انما هنا تطور طب الاسنان الحديث ايه؟ بتوزيع هندسي معين بنوزع الاحمال بتاع الاسنان دي. يعني مثلا زرعتين قدام ممكن يشيلوا قواطع من الناب للناب، زرعتين في الجزء اليمين والجزء الشمال بيشيلوا بقيه اشباه الضروس والضروس في الجزء ده، والتانيه زرعتين الناحيه التانيه بيشيلوا برضو بقيه اشباه الضروس، يعني حوالي 4 هنا و4 هنا، والسته اللي قدام بيعوضوا لنا جزء الاسنان المفقود ده كله. هل هحتاج اكتر من 6 زرعات؟ لا، ده في حالات كمان بحتاج ان انا احط 4 زرعات او بيبقى بالنسبه لي كفايه. طب امتى بزود عن 6 زرعات؟ ممكن اوصل لحد 8 زرعات في حاله واحده بس، لو عندي حاله فقد عظم كبير، تقدم في سن، امراض زي سكر، فبحتاج ان انا ازود الدعامات اللي عندي او الزرعات اللي تقف عليها عشان ازود العمر الافتراضي للكلام ده كله. دي حاله تانية زراعه فك كامل، فقد كامل للاسنان نتيجه اهمال. احتاجنا نعمل ايه؟ احتاجنا في الحاله دي ان احنا نزرع عظم، ناهل الفك لان هو يستقبل زرعات، وحطينا العظم والزرعات في نفس الجلسه خلال 2 شهر على طول، لان حاله عندنا هنا كانت مهمه جدا، يعني كانت مهتم جدا بالمتابعات بتاعته، فقدرنا ان احنا نركب الاسنان دي بعدها على طول. لكن زراعه فك كامل بتبدا من 4 زرعات على حسب حاله العظم اللي عندنا، ممكن تروح لست زرعات، ماكسيمم 8 زرعات، بنعوض بيهم 14 سنه ودرس. حاله ثانيه قدامنا دي زراعه فكين كاملين فوق وتحت، 6 زرعات فوق 6 زرعات تحت، قايم عليهم 14 سنة ودرس فوق و14 سنة ودرس تحت، وده اللي الكتاب بيقوله. احنا مش محتاجين نعمل اكتر من كده عشان نعوض فك كامل. انت نوضت وابدعت وكعادتك تور تو ذا بوينت في اتجاه الهدف، تصيب بإصابة دقة 100% زي الأشعة المقطعية بتبقى دقتها برضو 100%. أشكر حضرتك، نورت وشرفت. شكرا لحضرتك، سعيد دايما بوجودي مع حضرتك. ضيف العزيز واحد من نجوم عالم طب الأسنان بيبدع دايما في حواره، دكتور كريم مدحت، استشاري تجميل وزراعة الأسنان والمؤسس لمركز ستارز لتجميل وزراعة الأسنان، وضح الكثير عشان يجلي حالة الفوبيا اللي في دماغ الناس. لازم نحترم هذه الفوبيا. الفوبيا في الطب تستدعي الاحترام، لأن الفوبيا حالة تستدعي دايماً أن الطبيب يتعامل معها برقة وبنوع من التوضيح. ما ينفعش نقسى على الإنسان اللي عنده هذه الفوبيا، لكن ما تستهبلش أنت بقى، ما تبقاش القصة مش فوبيا، القصة كسل، بخل على النفس، تطنيش، أولويات مغلوطة، أروح أصيف وأضيع فلوسي في المصيف وأطنش سناني، أقعد على كافيهات أصرف فلوس في الأونطة وأطنش سناني، أصرف ما أعرفش. أنتوا فاهمين؟ خليك مع الناس الحلوة. أكتر مرض بيسيب كل الناس، بيسيب الشباب، بيسيب بشوفها في العيبة، بشوفها في الستات، بعض الناس الحوامل أو حاجة يمكن أكترهم، بنشوف عرق الناس، مفيش حد عايش أو بيتحرك.
إلا لما يشتكي مرة من مرات بآلام تشبه عرق النسب. كل دوت آلام أسفل الظهر ممكن تسبب آلام في عرق النسب، يعني ممكن يكون في المفاصل جار فقرات، ممكن يكون مفصل الحوض الخلفي sacroiliac joint، ممكن يكون الكولونيال في عضلات ممكن تسبب برضو تخنق العصب وتسبب لي أعراض عرق النسب. الغضروف نفسه المسبب لآلام عرق النسب الصريحة تحقق نفسها بالأكسجين نشط، بالبي آر دي بتجيب برضو معنا نتائج كويسة، بالبرولو تقنيات علاجية، بمواد زي مثلا في التسليم بنستخدمها اسمها الهياليز، الهياليز بيجيب نتائج كويسة جدا في علاج الالتهابات الأعصاب وبيعملي تسليك للقناة العصبية.